أقول من بعد افتتاح القول بحمد ذي الطول شديد الحول، وبعده فأفضل السلام على النبي سيد الأنام وآله الأطهار خير آلي، فافهم كلامي واستمع مقالي يا سائلي عن الكلام المنتظم، حدا ونوعا وإلى كم ينقسم، اسمع هديت الرشد ما أقول وافهمه فهم من له معقول. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذه ملحة الإعراب، تأليف أبي محمد القاسم بن علي الحريري البصري. نعم، عاش في أي قرن؟ نعم، الخامس والسادس، بين عام 446 و516 من الهجرة. المقدمة، أقول من بعد افتتاح القول بحمد ذي الطول شديد الحول، وبعده فأفضل السلام على النبي سيد الألام وآله الأطهار خير آلي، فافهم كلامي واستمع مقالي. العادة عند المؤلفين أنهم يبتدئون مؤلفاتهم بأي شيء؟ بالبسملة، ولكن صعب عليهم نظم البسملة، ولذلك نجد أن المؤلفين يذكرون البسملة كما وردت، بسم الله الرحمن الرحيم، وتكلف بعضهم فنظمها كما فعل الشاطبي في الشاطبية حرز الأمان واجتهاني، فقال إيش؟ بدأت ببسم الله في النظم أولا، تبارك رحمانا رحيما وموئلا، فنظم البسملة، ثم يحمدون الله تبارك وتعالى ويصلون ويسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن مما عيب على الناظم أنه سلم على النبي صلى الله عليه وسلم من غير أن يصلي عليه، سلم على النبي صلى الله عليه وسلم من غير أن يسلم من غير أن يصلي عليه. وأجيب بأجوبة من ضمن الأجوبة بأنه لا يلزم اقتران الصلاة بالسلام، وقد ورد في القرآن ذكر السلام وحده مفردا، وسلام على عباده الذين اصطفى، وسلام على المرسلين، سلام على نوح، سلام على إبراهيم، سلام على إلياسين، فقد ورد السلام مفردا. الأمر الأول، الأمر الآخر، هو سلم هنا ولكنه صلى في آخر المنظومة، سلم هنا وصلى في آخر المنظومة، حيث قال في الآخر: ثم الصلاة بعد حمد الصمد على النبي المصطفى محمد وآله الأفاضل الأخيار من سلخ الليل من النهار. والرجل نظم هذه المنظومة في ليلة واحدة، ولذلك هذه المنظومة تعرف بالليلية، من مسمياتها الليلية، نظمها في ليلة واحدة، معنى ذلك أنه سلم وصلى في مجلس واحد، فلا يعاب عليه إذن، تسمى الليلية. ومما ذكر بأنه نظمها وقد كان ساهرا الليل لكون ابنته مريضة، فاستغل الوقت بدل ما يجلس كذاك، قال أنا أجلس يعني مع ابنتي المريضة وأنظم هذه المنظومة، فنظم الملحة فلقيت قبولا. وآله الأطهار، الآل هم من؟ من الآل؟ الآل، نعم تفضل، الأتباع. الآل في مقام الدعاء، عندما نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، من المقصود بالآل؟ الأتباع، في عهده وبعد عهده، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. آل النبي هم أتباع ملته من الأعاجم والسودان والعربي، لو لم يكن آله إلا قرابته صلى المصلي على الغاوي أبي لهبي. ثم قال: يا سائلي عن الكلام المنتظم، حدا ونوعا وإلى كم ينقسم، اسمع هديت الرشد ما أقول وافهمه فهم من له معقول. باب الكلام، هنا يعرف الكلام، إيش المقصود بالكلام؟ قال: حد الكلام ما أفاد المستمع، نحو سعى زيد وعمر متبع، ونوعه الذي عليه يبنى اسم وفعل ثم حرف معنى. حد الكلام، إيش المقصود بالحد؟ تعريف حد الكلام، أي تعريف الكلام، ما أفاد المستمع. الكلام هو ما أفاد المستمع، يعني المستمع يستفيد فائدة يحسن السكوت عليها، لا يطلب مزيد كلام،
لو جاء شخص على سبيل المثال وقال محمد ناجح، هذا كلام مفيد أو غير مفيد؟ هل استفاد المستمع؟ نعم استفاد المستمع. هل سيقول المستمع لم أفهم؟ لا. لكن لو جاء شخص وقال محمد وسكت، هل استفاد المستمع؟ لا، لأن المستمع ينتظر كلام، لأن المستمع ينتظر مزيد كلام، ينتظر كلمة أخرى أو كلمات تتمم المعنى حتى يستفيد. لو قال محمد وسكت، هل هذا كلام؟ لا. لكن عندما قال محمد ناجح، هل هذا كلام؟ نعم، لأن المستمع قد استفاد ولا يطلب مزيدا، لأن المستمع قد استفاد ولا يطلب مزيدا. ولذلك قالوا الكلام هو اللفظ المفيد فائدة يحسن السكوت عليها، فائدة يحسن السكوت عليها. وقال الناظم هنا حد الكلام ما أفاد المستمع، ثم مثل بمثالين، مثل بمثالين إيش هما؟ نحو سعى، سعى زيد وعمر متبع، سعى زيد وعمر متبع. وفي ذلك إشارة على أن الكلام يكون على صورتين، جملة اسمية وجملة فعلية، جملة اسمية وجملة فعلية. حد الكلام ما أفاد المستمع نحو سعى زيد وعمر متبع، ونوعه الكلام، ونوعه الذي عليه يبنى. هنا طبعا الكلام يبنى من أي شيء؟ من أي شيء يبنى الكلام؟ من الكلمة. قال ونوعه الذي، قال ونوعه الذي عليه يبنى، أي الكلمة اسم وفعل ثم حرف معنى، اسم وفعل ثم حرف معنى. الكلمة تنقسم إلى ثلاثة أقسام لا رابع لها عندنا، إما اسم وإما فعل وإما حرف، وسيأتي بيان كل قسم. قال اسم وفعل ثم حرف معنى، قال حرف معنى، إيش يقصد بحرف المعنى؟ أراد الإخراج إيش؟ الحروف الهجائية أو الأبجدية، لأنها ليست حروف معنى. عندما يقول ألف تدل على شيء على معنى معين، باء جيم دال تدل على معنى معين، لا تدل. لكن عندما يقول من، جاء محمد من المسجد، هنا من حرف معنى، لأنه يدل على أي شيء؟ يدل على ابتداء الغاية التي ابتدأ منها محمد المجيء. واضح الأمر؟ نعم. ولذلك عندنا حرف معنى وحرف لا يدل على معنى، وهي الحروف الهجائية والأبجدية. ونوعه الذي عليه يبنى اسم وفعل ثم حرف معنى. باب الاسم، بدأ بالاسم. عندما جاء ليعرف الاسم قال فالاسم ما يدخله من وإلى أو كان مجرورا بحتى وعلى، فالاسم ما يدخله من وإلى أو كان مجرورا بحتى وعلى. عندما عرف لنا الاسم ذكر علامة نعرف بها الاسم، إيش هذه العلامة؟ نعم من، إيش يعني تدخله إيش؟ من وإلى أو كان مجرورا بحتى وعلى، تدخله حروف الجر، كل كلمة تدخلها حروف الجر فهي إيش؟ فهي اسم. كل كلمة تدخلها حروف الجر فهي اسم. على سبيل المثال عندنا كلمة مدرسة، لو قال قائل جئت من المدرسة أو ذهبت إلى المدرسة، مسجد، جئت من المسجد أو ذهبت إلى المسجد، فكل كلمة صح أن تدخلها حروف الجر فهي إيش؟ فهي أسماء، فهي أسماء. ولذلك قال لنا فالاسم ما يدخله من وإلى أو كان مجرورا بحتى وعلى. سلام هي حتى مطلع، كلمة مطلع اسم أو فعل أو حرف؟ اسم. ليش؟ لأن دخل عليها حرف الجر وهو حتى، دخل عليها حرف الجر وهو حتى. نعم، فالاسم ما يدخله من وإلى أو كان مجرورا بحتى وعلى. ثم أتى بأمثلة، مثاله زيد وخيل وغنم وذا وأنت والذي ومن وكم، هذه أسماء، هذه كلها أسماء. مثاله زيد وخيل وغنم، زيد اسم شخص، خيل مثال على إيش؟ الحيوان، لأنها أسماء. غنم ذا اسم إشارة، أنت ضمير، الذي اسم موصول، من اسم موصول، كم اسم، إما أن تدل على الاستفهام وإما أن تدل على الخبر، وهذه كلها أسماء ويصح أن تدخلها حروف الجر، هذه أسماء. طبعا الاسم معلوم، الاسم معلوم، يعني لو سألت كل واحد قول هذا اسم أو فعل أو حرف، في الغالب يقول لك بأنه هذا إيش؟ اسم معلوم. لكن مثل هذه العلامات يذكرها العلماء،
ويستفيد منها بالدرجة الأولى العلماء في المسائل أو في الكلمات التي يقع فيها خلاف، هل هي أسماء أو أفعال، أو هل هي أفعال أو حروف، يستفيدون من هذه العلامات ليرجحوا وجها على وجه آخر. لكن الاسم معروف عندكم. باب الفعل. قال: والفعل ما يدخل قد والسين عليه مثل بان أو يبين. أيضا يذكر لنا علامات نميز بها الفعل من الاسم والحرف. قال: والفعل ما يدخل قد والسين عليه مثل بان أو يبين. مثل ببان نقول قد بان، ونقول قد يبين، ونقول سيبين، نقول سيبين. إذن استطعنا إدخال قد واستطعنا إدخال السين، وكل كلمة دخلت عليها قد أو دخلت عليها السين فهي إيش؟ فهي فعل. أو لحقته تاء من يحدث. تاء إيش؟ تاء من يحدث، تاء المتكلم. أو لحقته تاء من يحدث، نقول لقيت، ذهبت، جئت، تعلمت. فكل كلمة صح أن تلحقها تاء من يحدث، أي تاء إيش؟ المتكلم، أي تاء المتكلم، فهي هذه الكلمة إيش؟ فعل أو حرف أو اسم؟ فعل. كل كلمة لحقتها أو اتصلت بها تاء من يحدث، تاء المتحدث، أي تاء المتكلم، فهي إيش؟ فهي إيش؟ اسم أو حرف؟ فعل. فهي فعل. أو لحقته تاء من يحدث كقولهم في ليس لست. ليس فعل. ما الدليل؟ دليل أن نقول لست، تلحقها تاء من يحدث، تلحقها تاء المتكلم، إذن هي إيش؟ إذن هي فعل. كقولهم في ليس لست أنفث أو كان أمرا ذا اشتقاق نحو قل ومثله ادخل وانبسط واشرب وكل. أو كان أمرا ذا اشتقاق، أي أو كان دالا على أمر، أو كان دالا على أمر. إذا كانت الكلمة دالة على أمر تكون إيش؟ فعل. تكون فعل، وهو فعل الأمر. إذا كانت الكلمة دالة على أمر، دالة على أمر، وكانت الكلمة مشتقة، مثل كل مشتقة من الأكل، اشرب مشتقة من الشرب، عندنا أيضا ادخل مشتقة من الدخول، انبسط مشتقة من الانبساط، قل مشتقة من القول. فكل مشتق دل على أمر فهو إيش؟ فهو فعل. قال: أو كان أمرا ذا اشتقاق نحو قل ومثله ادخل وانبسط واشرب وكل. هذه العلامات أيضا الفعل معروف عندكم، ولكن هذه العلامات يذكرها العلماء للغرض الذي قدمنا ذكره. واضح الأبيات؟ واضحة معكم؟ نعم. باب الحرف. إذا لم تكن الكلمة اسما ولا فعلا إذن هي إيش؟ حرف. ولذلك بعضهم قال الحرف ما عدا الاسم والفعل. إذا كانت الكلمة ما صلح تدخل عليها علامات الاسم ولا صلح تدخل عليها علامات الفعل إذن هي إيش؟ إذن هي حرف. ولذلك قال: والحرف ما ليست له علامة. الاسم ذكر له علامة، والفعل ذكر له علامات، الحرف إيش؟ والحرف ما ليست له علامة، فقس على قولي تكن علامة. مثاله حتى. هل ممكن حتى ندخل عليها حرف جر، ولا ندخل عليها قد، ولا ندخل عليها السين، ولا نلحق بها تاء المتكلم؟ لا. إذن حتى ما صلحت فيها علامات الاسم ولا علامات الفعل إذن هي إيش؟ حرف. إذن هي حرف. قال: والحرف ما ليست له علامة فقس على قولي تكن علامة. مثاله حتى ولا وثم وهل وبل ولو ولم ولما. هذه الكلمات التي ذكرها حتى، لا، ثم، هل، بل، لو، لم، لما، سبع كلمات. هذه الكلمات سبع هي حروف، ولذلك لو أتينا لندخل عليها علامة من علامات الأسماء أو علامة من علامات الأفعال لا نستطيع، ولذلك كانت حروف لأنها لا تقبل العلامة، لأنها لا تقبل العلامة. واضح هذا الأمر معكم؟ الأبيات واضحة؟ هل عنده إشكال في الأبيات؟ نعم. طيب أحسنتم. لحظة، نعطيكم خمس جمل أخرى، هذا للدرس، يعني للدرس القادم. لحظة نعطيهم الجمل. الجملة الأولى، خصصوا دفاتر ورتبوها شباب. الحمد لله، الحمد لله.
يؤمنون بالغيب، يؤمنون بالغيب، ختم الله على قلوبهم، ختم الله على قلوبهم، الجملة الرابعة وعلى أبصارهم غشاوة، وعلى أبصارهم غشاوة، كم هذه الجملة رقم كم؟ الرابعة. وحال بينهما الموج، وحال بينهما الموج، وحال بينهما الموج. عندكم خمس جمل. نعم. ماتوا المرة القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.